جواب ثوكر. راديو جوهر FM الخميس 29 جويلية 2021. كل المؤشرات تتأكد أنه بعد 25 جويلية 2021 مش باش يكون كما قبل 25 جويلية. الدوسية تتحلت. النيابة العمومية تعديت للسرعة القصوى في فتح الملفات اللي كانت راقدة أو مرقدة في القجرات. إقالات وعفيات بالجملة المسؤولين كبار، آخرهم رئيس مدير عام التلفزة الوطنية محمد لسعد الدهش، بي دي جي التلفزة تمت إقالته. الناس هبطت نهار 25 الصباح تتظاهر، وفي الليل هبطت فرحانة بقرارات رئيس الجمهورية، والتلفزة كانت غايبة. التلفزة الوطنية، الناس، الشعب، الجمهور فرحان بهالإجراءات وهالتدابير الاستثنائية اللي اتخذها الرئيس بكل أمل واستبشار. ثم إحساس أنه الغمة انزاحت، أنه ثمة ضوء في نهاية النفق، وقيت باش القانون يطبق على الناس الكل على قدم المساواة. ثم حتى حد على رأس ريشة، وقيت باش نرجع للكد والجد وثانيا الركبة، وقيت باش يرجع لتونس بريقها وإشعاعها. رئيس الدولة قدم ضمانات وتعهدات لحماية الحريات، ولكن الضمانة الحقيقية هما التوانسة أنفسهم، هما احنا التوانسة اللي ذقنا طعم الحرية وما عادش نجمو انفرطوا فيه. الرأي العام الدولي راقب انشغال ما يحدث في تونس، ويأكد انه عنده الثقة في قدرة تونس على الخروج من أزمتها. بالمقابل ثم توانسة ما زالوا عاملين يدين وساقين للضغط على الرئيس من أجل التراجع. بين قوسين، الرئيس ما عادش ينجم يتراجع، ما ينجم كان يقدم. الشعب مش مستعد للطخة أخرى، الخيبة أخرى، يزي مكلام اللطخات وخيبات طيلة 10 سنوات. اليوم فرصة باش نخرج البلاد من الهفوف. من الناس اللي ما زالت تضغط على مستوى دولي، القيادي في حركة النهضة رضوان مسمودي اللي عنده وزن وتأثير في الولايات المتحدة الأمريكية. الراجل أعمه التعصب ولا يحرض في الأمريكان على إيقاف المساعدات لتونس، ويشترط التراجع عن التدابير الاستثنائية اللي تم اتخاذها. وصل الأمر أيضا للقاحات، معناها الناس في سبيل غايتها السياسية، وكردة فعل مستعدة تضحي بقوت وحياة التوانسة من أجل هالمصلحة الذاتية والحزبية. في الداخل ثم ناس مطلوبين للعدالة ما زالوا يكابروا ويمدوا في وجوهم. أمس راشد الخياري، هك النائب اللي اتهم الرئيس بالعمالة لدولة أجنبية، هبط فيديو قال فيه أنه ملاحق وأنه تمت مهاجمة داره لإلقاء القبض عليه، وطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بالتدخل، وطالب أيضا السفراء بالتدخل. يا سلام، توا وليت تمن بالمنظمات الحقوقية، ما صحش الكلها عميلة وبيوعة لبلاد العكري، توا وليت تتصل بالسفراء وتستنجد بهم، ما صحش يلزم طرد سفير فرنسا واستعادة السيادة الوطنية. أخي وين شعار استعادة الثروات المنهوبة خاصة الملح والبترول؟ الأسبوع التالي رشد الخياري ماشي للبرلمان يسلفي، وما تعدي قدام الأمن لا من وقفه ولا من ضربيه بفضل تعليمات المشيشي المخلوع. خليتوا يا نواب خدمتكم التشريعية، وليتوا تتجسوا على الناس وتسجلوا في بعضكم وتسربوا في التسجيلات، تمارسوا في العنف وتهدوا وتتوعدوا وتسبوا في الناس. حتى الرئيس مسلمش، يخي على ريوسكم ريشة. الرئيس جمد البرلمان، أما برشا ناس من الشعب الكريم الطالب أصلا بحلو. مسكين هالشعب الكريم، انتخبكم باش تخدموه، ياخي ضحكتوا عليه، وما خدمتوا كان مصالحكم الضيقة، وما حققتوا كان امتيازاتكم الشخصية. اليوم إن شاء الله صفحة جديدة، ديما في إطار العدل والعدالة، ما ثم حتى حد على رأس ريشة. كل من أخطأ في حق البلاد خاصة هك النواب يلزموا يتعدى على صراط القانون المستقيم.